لو انت ممرض ومقدم الى الهجره الى الولايات المتحده الامريكيه وجرب موعد المقابله تبعك، هذا الفيديو بهمك جدا جدا جدا. ولو انت قدمت لامريكا ومقابلتك ضايلها سنتين او ثلاث، مش مشكله، احفظ هذا الفيديو راح ترجع له لبعدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد ناصر أبو يوسف، بحييكم من قناتي مذكرات ممرض. في هالقناة بنتكلم عن التمريض مهنة العظماء، وبنتكلم عن السفر وعن الهجرة لأكثر من بلد. فلو عجبك العنوان خليك معنا للآخر، ولا تنسى زي دايما الهاند واشنج، البس الجلوفز، هات الماسك وتفضل معنا. في هاي السلسلة اللي هي سلسلة الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية للممرضين، تكلمنا عن إجراءات الهجرة، عن امتحان الإنكليكس، عن امتحان اللغة، عن الفحص الطبي قبل المقابلة، واليوم نتكلم عن المقابلة نفسها. يمكن الفيديو يكون طويل لكنه مهم جدا جدا، فنصيحة هات ورقة وقلم وقعد اسمعني. قبل ما تروح على المقابلة لازم تعرف شو الهدف من المقابلة. لا تصدق الناس اللي بيقولوا لك بعقدوا الناس وبعقدوا الأمور وبعقدوا الشروط، وبس بدهم يوجعوا راس الواحد على الفاضي، وبدهم يغلبوا الواحد على الفاضي، وبدهم يقولوا له روحوا تعالوا دفعوا فلوس على الفاضي. لا، المقابلة إلها هدف، وهدف مهم جدا. أهم ثلاث أهداف للمقابلة بالسفارة، أنا بتكلم في كل الفيديو عن مقابلة الممرض فقط، ماليش دخل لا مقابلة سياحة ولا مقابلة زيارة ولا مقابلة زواج ولا هجرة ولا خطوبة ولا كل هالقصص، للممرض بس. الهدف من المقابلة ثلاث أشياء. أولا يتأكد أنك ممرض، فرح يطلب منك شهادة الجامعة وانتساب النقابة وأشياء زي هيك. رقم اثنين، يتأكد أنك طالع على وظيفة حقيقية، فرح تجيب له نسخة من عقد العمل اللي وقعته مع شركة التوظيف قبل المقابلة بأقل من شهر. راح يتأكد أنه أنت وعائلتك لا تشكلون خطرا أو تهديدا على الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أمنية أو من ناحية صحية. فلازم يتأكد أنه أنت مش إرهابي، مش مشكلجي، مش محبوس قبل هيك، بده يكون معك حسن سيرة وسلوك من المخابرات، بده يكون معك عدم محكومية من المحكمة. ومن ناحية ثانية، من ناحية صحية، لازم يكون معك فحص طبي يثبت أنه أنت وعائلتك كلكم خاليين من الأمراض المعدية والوبائية. مش راح تدخل أمريكا ترجع تنشر الكورونا أو الكوليرا أو التيفوئيد أو السل أو أي مرض معدي فيها من أول جديد بعد ما انتهوا منه. بيجي واحد بيسألني شو الأوراق اللي لازم أخذها معاي على المقابلة. كثير ناس راح ينصحك أنك تأخذ كل الورق اللي بالبيت وتريح راسك، لكن لو كان الورق اللي معاك كثير راح يأخذوا فكرة أنك أنت قاتل حالك على الموضوع وراح تغلب حالك، مش راح ترتفض لكن مش راح ينظروا لك باحترام. هي السفارة نفسها قبل المقابلة بأسبوعين أو بشهر راح تبعت لك إيميل محددة بالملي شو الأوراق اللي لازم تجيبها معك. لازم تجيب إشي اسمه DS-260 Confirmation Page. تتذكر لما قلنا طلب DS-260؟ تتذكر في فيديو إجراءات الهجرة لأمريكا الجزء الثاني بالذات لما جبنا سيرة طلب DS-260، قلنا في طلب هجرة راح تعبيه أونلاين اللي هو خطوة رقم 18 بالتحديد. آخر خطوة لما تخلص من الطلب وتكبس سبميت ويقبلوه، راح يطلع لك صفحة اسمها الكونفيرميشن بيج، مكتوب بالصفحة تشهد دائرة الهجرة إنه احنا استلمنا طلبك. راح تلاقي في آخر الكونفيرميشن بيج هاي اسمك، وراح يكون في رقم خاص فيك أوله AAA أظن، رح يكون فيه زي باركود، هذا الرقم خاص فيك أنت. لازم تجيبها معك هاي الورقة. طبعا الورقة هاي بيكون منها 3-4-5 نسخ، إذا عندك 3 أولاد مثلا رح يكون منها 5 نسخ، نسخة إلك فيها اسمك ورقمك، ونسخة لزوجتك، ونسخة لكل ولد من الأولاد لحال. هاي الأوراق كلها بتجيبها معك. الصفحة بيكون فيه في آخرها 2 باركود. شهادات الميلاد للجميع بدها تنجاب بالإنجليزي مع صور عنها، برضو الأصل بضل معك والنسخة بتتسلم للسفارة. لو أنت كنت مولود في مكان غير بلدك بدك تجيب الشهادة من مكان المولد، يعني أردني مولود في الكويت، مصري مولود في السعودية، بجيب شهادة الميلاد مكتوب عليها أحوال مدني الكويت مش جوازات الأردن. لو متزوج بدك تجيب شهادة الزواج مع صورتين عنها طبعا بالإنجليزي. جوازات السفر للجميع مع صور عنها اللي هي صفحة بياناتك اللي بيكون فيها اسمك وصورتك. جوازات الكل لازم تكون ضايل لها لحتى تنتهي أكثر من 6 شهور. بعض البلاد زي مصر مثلا تطلب السفارة دفتر الخدمة العسكرية أو تجيب لهم شهادة أنك أنهيت الخدمة العسكرية أو عندك إعفاء، لكن هاي في مصر بس. طبعا أنت بتكون عامل الفيزا سكرين قبل المقابلة بشهور، فبتجيب معك الورقة اللي بتثبت أنك عملت الفيزا سكرين. برضو بكون إجاك جوب أوفر ووقعت عقد مع شركة، لازم العقد هذا يكون قبل المقابلة بأقل من شهر، بتجيب الورقتين هذول معك. بدك تجيب معك بوليس كليرانس
يعني عدم محكومية من محكمة أو حسن سيرة وسلوك من المخابرات في بلدك أو الثنتين، زائد لو أنت في بلد ثاني يعني أردني مقيم في قطر، مصري مقيم في الإمارات، بدك تجيب برضو حسن سيرة وسلوك من البلد اللي أنت فيها، وبدك تجيب حسن سيرة وسلوك من أي دولة أقمت فيها أكثر من 6 أشهر في حياتك. يعني أنا أردني قعدت في الأردن 30 سنة، حاليا في قطر صار لي في قطر 4 سنين، مرة من المرات طلعت على البحرين مثلا قعدت فيها سنة، بدك تجيب من البحرين كمان حسن سيرة وسلوك. بتجيب 2 صور شخصية لكل واحد من أفراد الأسرة بمواصفات السفارة، راح أعمل لك فيديو لحال عن مواصفات الصور الشخصية حسب تعليمات السفارة الأمريكية. لازم تكون مربعة 6x6 مش 4x6، لازم تكون الخلفية بيضة للكل، لازم تكون واضحة وضوح 600x600 بكسل على الأقل، لازم يكون ولا واحد لابس طاقية ولا واحد لابس نظارات شمسية ولا واحد مخفي أي جزء من أجزاء الوجه، إلها شروط كثير بعدين بفهمك إياها، هذا فيديو لحال. الإيميل اللي وصلك إنه مقابلتك يوم كذا ساعة كذا، بتجيبه اللي هو شهادة موعد المقابلة بسموها. قبل المقابلة لازم تكون دخلت على موقع شركة أرامكس اللي هي البريد، بتعمل عندهم أكاونت إلك وبتضيف عليه زوجتك وولادك، لكل واحد فيكو بيطلعوا صفحة لحال، الصفحة فيها اسمك ورقمك في شركة أرامكس والباركود تبعك. كل واحد من أفراد الأسرة بدك ورقة لحاله فيها اسمه ورقم في أرامكس والباركود تبعه في أرامكس، ما بنفع تحط أفراد الأسرة في ورقة واحدة. لو عندك أي مستندات مترجمة إلى اللغة الإنجليزية بدك تجيب الترجمة والشهادة الأصلية مع بعض. فعلى الأقل على الأقل هذا الورق هو الورق اللي لازم تجيبه معك على المقابلة. لو في أي ورقة ممكن يطلبوها جيبها، مثلا شهادة الجامعة بجوز يطلبها، بجوز يقول لك شو بثبت لي إنك ممرض، مثلا ورقة انتسابك للنقابة في بلدك، مثلا لو انت في الخليج راح يقول لك ورقة رخصة مزاولة المهنة في قطر او في دبي او في البلد اللي انت فيها، ممكن مثلا يقول لك انت اردني لكن مولود في الكويت، جيب لي ورقة من السفارة الكويتية في الاردن او الكويتية هون في قطر انه انت مولود في الكويت. فاي ورقة ممكن يحتاجها راح تكون متعلقة بالورق اللي اصلا طلبه، مش تروح تجيب لهم اجار بيتك اللي كنت فيها قبل 70 سنة، ما بتفيدك بشيء. بدي احكي لكم شو هي قواعد المقابله حسب موقع دائره الهجره في وزاره الخارجيه الامريكيه. هذا الكلام موجود على النت على مواقع حكوميه، ادخل على وزاره الخارجيه الامريكيه بتلاقيهم كاتبينه. لو احتاجت السفاره اي اوراق اضافيه يجب ارسالها للسفاره قبل موعد المقابله، هم لو احتاجوا اي شيء راح يحكوا لك قبل بشهر ومعك شهر لازم تكون بعتهم. لو انت بدك تاجل المقابله لاي سبب، سواء عندك سفر، مات لك حدا، مرتك بدها تولد، صار معك اي شيء، لازم تخبرهم بالإيميل قبل موعد المقابلة. راح تلاقي التعليمات كلها هي فوق بعض وكاتب لك بريس هير أو اضغط هنا عشان نعطيك شو هو الإيميل اللي لازم تبعت عليه. لما تدخل على المقابلة قبل المقابلة من باب السفارة للمقابلة، الأمن راح يفتشوك لو ما كنتش مطابق لتعليمات الأمن. بالعادة أنت بتدخل من هذا الجهاز تي 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 تبع المطار اللي برن مع المعادن هذا، لكن لو كان في إشي غلط هيك أو هيك راح يفتشوك جيبة جيبة، راح يفتشوك ذاتي. نصيحة عشان ما تأخر الناس، جيب فقط الوثائق اللازمة وما تيجي قبل الموعد بأكثر من ربع ساعة. في ناس بيجي قبل بساعتين وبثلاث مش عارف ليش. ممنوع إحضار أي هواتف أو كاميرات أو فلاش ميموري أو أي أجهزة إلكترونية أو أي بطاقات ممغنطة، حتى بطاقة البنك راح يخلوها منك، أو أي أسلحة أو أدوات حادة طبعا، ولا حتى ساعة اليد مسموح فيها. مسموح إحضار سناكات وتسالي للأطفال، يعني أنت جاي مثلا قبل الموعد بساعتين تقدر تجيب شيبس بسكوت اي شيء للاطفال. ممنوع احضار اي سوائل سواء ماء او عصير لانك ممكن تنتظر. لو كان محاميك معك فلا يسمح له بالانتظار ولا حتى في قاعه الانتظار، بده يضل في الشارع او يروح البيت. مسموح احضار مترجم انجليزي عربي او شخص مساعد لكبار السن او المعاقين او جلسه اطفال لو عندك اطفال. اذا لم تكن دفعت رسوم المقابله فيجب دفعها قبل المقابله مباشره، بيقبلوا كاش بيقبلوا فيزا، الشيكات ممنوعه، الرسوم 345 دولار عن كل فرد. راح ينصحوك انك لا تخطط للسفر خلال الايام القليلة التالية لمقابلتك لانك راح تستلم الفيزا على الجواز نفسه، فما بتقدر تستعمله ويمكن يقولوا لك خلي الجواز تعال بعد اسبوع استلمه. لا يوجد ضمان للقبول، فلا تبيع بيتك او سيارتك او تستقل من عملك قبل الحصول على الفيزا فعليا. مش تروح المقابلة وانت مروح تبيع السيارة بجوز ترتفض. لو كان هناك وثائق ناقصة فإما أن يرفضوك أو توضع على إجراء إداري، ولا يجوز الاستفسار عن التأخير قبل شهرين. هاي الكلمة بالحرف من موقع الـ NVC.
هسا انا رحت على المقابله، قالوا له احنا قبلناك وعجبنا كل شيء تمام، بس جيب لنا شهاده ميلاد من الكويت. طب مش معي. ماشي، معك شهرين، لما تجيبها بتاخذ الفيزا. هذا بسموه اجراء اداري او ادمنستريتيف بروسيس، ولا يجوز الاستفسار عن التاخير قبل شهرين. مش كل يوم الو شو صار معكم، الو ليش ما مشيتوني لهسه، قبل شهرين تسالنيش ليش اخرتني حتى لو ثاني يوم جبت الورقه. فعشان هيك الكل عنده هوس انه بده يجيب كل ورقه ممكن يطلبوها، لانه لو تاخرت في ورقه واحده بتاخر كمان شهرين، لو انقبلت والورق كامل بعد 3 4 ايام باخذ الفيزا. لو اعطوك الفيزا فتاكد من خلوها من الاخطاء الهجائيه، دير بالك يكونوا ناصر كاتبينها بالاي مش بالاي او شيء زي هيك. سيتم اعطائك مغلف فيه المستندات التي يجب تسليمها الى السلطات فور وصولك امريكا، لا تفتحه تحت اي ظرف. الملاحظة اللي بعدها بتقول يجب ان تسافر قبل انتهاء مدة الفيزا. مدة الفيزا 6 شهور، فانت 6 شهور الا يوم لازم تكون سافرت ماكسيمم. 6 شهور من اكتمال الفحص الطبي اللي يمكن يكون قبل المقابلة باسبوعين، يمكن يكون قبلها بشهرين، انت وشطارتك. لا يمكن تمديدها ولا استرجاع الرسوم المدفوعة. بالنسبة لأبنائك لو أتموا 21 سنة قبل هذا التاريخ فيجب أن يدخلوا أمريكا قبل هذا السن. هاي النقطة مهمة جدا. لو أنت رحت على المقابلة عندك ولد أو بنت عمره 21 سنة إلا شهر مثلا، دخلت المقابلة أخذت الفيزا أخذت الأوكي، لما أخذت الفيزا ما كان عمره صار 21 سنة، مجرد ما صار عمره 21 سنة لازم ينسلخ عنك، يقدم طلب لحاله وانت ومرتك وولادك تسافروا وهو يضل في بلدك. لما ابنك يصير 21 سنة إلا يوم لازم تسافر، وإلا بتسافروا انت وهو بضل. الجرين كارد سيتم إرسالها للعنوان الذي ذكرته في طلب الـ DS-260، ولو اضطررت للسفر خارج أمريكا قبل الحصول عليها فارجع إلى موقع السفارة لتجد ما هي مجموعة الوثائق اللازمة كي تستطيع دخول أمريكا مرة ثانية. يعني برضو الجماعة كل مشكلة إلها حل عندهم. لو أنت وصلت أمريكا لا سمح الله كلموك أبوك مات صار أي مشكلة، فبعد يوم يومين أسبوع اضطريت تسافر، أنت راح تستلم جرين كارد بعدين بثلاث أسابيع. في عندهم طريقة وراح يطلب منك أوراق معينة بتجيبها معك وانت راجع، راح تثبت لهم انه انت شو اللي خلاك تقعد يومين وترجع. الأطفال يجب أن يتلقوا مطاعيم معينة قبل الالتحاق بالمدرسة. أحضر بطاقة المطاعيم بالإنجليزي كي يتم تسجيلهم بالمدرسة وأصدر تأمين صحي. هذا التأمين الصحي بتطلع في أمريكا نفسها. هسه بدي أقول لك شو هي قواعد المقابلة حسب أصحاب الخبرة. يعني هاي القواعد أنا جمعتها من نفس الشركة اللي بدها تسفرني على أمريكا، وجمعتها من أكثر واحد قابله بالسفارة ومن تجربتي الشخصية برضو. رقم واحد، لازم تعرف مكان السفارة قبليها بيوم أو يومين قبل المقابلة عشان ما تتوه، لأنه ممكن تيجي قبل المقابلة بدقيقتين وتكتشف أنك ما بتعرف وين العنوان. فقبل بيوم أو يومين بتروح شخصي على مكان السفارة، بتحفظ الطريق من بيتك للسفارة وبتروح قبليها بربع ساعة. خذ تلفون واحد فقط، يعني لو كل واحد في البيت عنده موبايل بتاخذ موبايلك انت بس، عشان وانت مروح ممكن تحتاج اوبر ممكن تحتاج اشي، فهيك هيك راح ياخذ التلفونات منك وواحد فيكم يكون معه تلفون. اتركه في سيارتك او خذه معك لو ما معك سيارة، يعني ممكن تحتاج اشي. شكلك ولبسك مهم، لازم تكون بروفيشنال، مش لازم تكون فائق الاناقة ولا انك تكون مبهدل، يعني لا تروح بلبس النوم ولا تروح مرتب كأنه عرسك اليوم، خليك اشي وسط. يعني اي قميص وبنطلون قماش بنفع، او مثلا بدله بدون قرافه، عشان لو انت كنت مرتب زياده عن اللزوم راح ياخذوا فكره انك قاتل حالك على الموضوع، ولو كنت مبهدل على الاخر راح ياخذوا فكره انك مش محترمهم وراح ترتفض بس لهذا السبب. عن جد اول شباك بيناديك بتاكد من انه الاوراق اللي معك كامله، الشباك الثاني او الثالث راح يكون شكله زي هيك بالضبط، راح يناديك عشان البصمات. اول اشي راح اقول لك حط بصمات 4 اصابع ايدك اليسار 4 أصابع إيدك اليمين، بعدين الإبهامين مع بعض. أحياناً كل الوظائف هاي بيقوم فيها شباك واحد، أنا صارت معي إنه شباك 3 نداني لكل هالقصص، 1 و2 ما شفتهم. بيكون بينك وبينه قزاز وتحت القزاز فتحة بتمرق منهم كل الأوراق اللازمة. باقي الشبابيك راح تناديك للمقابلة واحد منهم. لما رحت على السفارة الأمريكية في الدوحة كان 6 شبابيك، فكان شباك 4 و5 و6 للمقابلات. كل الشبابيك بينك وبينه قزاز وفي فتحة صغيرة إذا بطلب منك أي ورقة أو شهادة، وهو عنده سماعة باسمك وإنت عندك ميكروفون عشان تحكي معه. أولاً راح ينادي على اسمك لأنه إنت المين أبليكانت أو المتقدم الرئيسي وهم بس ملحقين فيك. كيف بدك تعرف إنه المقابلة بدأت؟ راح أقول لك إنت وزوجتك وأي إنسان عمره فوق الـ 18 يرفع إيده
وأقسم أن تقول الحق ولا شيء سوى الحق. كل الكلام راح يكون معك، مش راح يسأل زوجتك أي سؤال إلا بعد انتهاء المقابلة. فلو سأل زوجتك أي سؤال ولو على سبيل المزح، أنه والله لو طلع لك على أمريكا بتروحي معاه ولا الشغلة بدون نفس، اعرف أنه المقابلة انتهت قبل هذا السؤال. ممكن يسأل الأولاد حابين تسافروا مع بابا ولا لا، إذا سألهم أي سؤال اعرف أنه المقابلة انتهت. غالبا المقابلة 5 دقائق أو أقل، لا تخفي أي معلومة مهما كان، لا داعي للخوف، خصوصا إذا كنت مستوفي الشروط، وهذا إشي 99% أكيد. لو سألك عن خبرتك احكيها كأنها قصة، قل له تخرجت سنة كذا، اشتغلت في المستشفى الفلاني كذا سنة، أنا الآن في المستشفى الفلاني بشتغل رئيس قسم كذا أو بشتغل تشارج نيرس في قسم كذا. يمكن يطلب منك أوراق تثبت أنك ممرض، فخذ معك شهادة الجامعة، كشف العلامات، رخصة مزاولة المهنة في بلدك، رخصة مزاولة المهنة في البلد اللي أنت فيها لو كنت في الخليج مثلا. مهم جدا جدا، لو ما طلب إشي لا تقدم له إياه، لأنه ممكن تقدم له ورقة بدون ما يطلبها يفكرك قاتل حالك على الفيزا، أو ممكن تقدم له ورقة تكتشف أنها مثلا مدتها منتهية أو فيها خلل ما أو مزورة أو إلى آخره، أو عليها شخبطة أو تالفة بطريقة ما، ويأجل لك المقابلة أو يلغي الفيزا أصلا لأنه فكرك مزور الورق، أو يقول لك لا بدي إياها الورقة هاي، روح جددها وارجع لي بعد شهرين. administrative process. لازم تعرف كل إشي عن المستشفى اللي وقعت معاه العقد. بعض الناس قبل المقابلة بيجيب عقد صوري بس عشان يوريه للسفارة وتعطيه الفيزا، شركة الهجرة بتقول له لما تروح هناك بصير حكي ثاني، فالعقد اللي عطوك إياه لازم تحفظه زي اسمك. راح تنسأل بالمقابلة شو اسم المستشفى، في أي مدينة، في أي ولاية، على إيش اتفقتوا، قديش راتبك راح يكون بالسنة، قديش راتبك بالساعة، كم يوم إجازة سنوية بدهم يعطوك، كل التفاصيل هاي بدك تعرفها. في أي قسم راح يحطوك مثلا. هذا العقد اللي بدك تاخده على المقابلة لازم يكون تاريخه قبل المقابلة بأقل من شهر، يعني المقابلة مثلا 30/7، العقد بده يكون خلال 7، بعد 1/7 تاريخه. ممكن يسألك ليش اخترت هاي الولاية بالذات عشان تشتغل فيها، راح تقول له لأنه هاي الولاية اللي معي رخصة. في ناس كثير قدم على رخصة نيو مكسيكو ولما أجا بده يسافر اختار مينيسوتا أو أوهايو، فقال له ليش اخترت نيو مكسيكو، قال له لأني أنا معي رخصة نيو مكسيكو، فعليا لما راح اشتغل في مينيسوتا عادي. ممكن لما يقول لك ليش اخترت الولاية تقول له it's not that big difference from here، بكل بساطة. أو تقول له مثلا I can change it after finishing my contract، العقد كله 2 سنين، لو ما عجبتني الولاية بعد ما تخلص العقد بغير مكان العمل من ولاية لولاية، مش مشكلة. يمكن يسألك قديش غرامة فسخ العقد، فلازم تسأل الشركة شو أحكي، لأنه هذا الرقم بالذات بكونوا هم بعتين شهادة محددين فيه الغرامة هي قديش، فلازم ما تعطيهم رقم مختلف عن اللي هم فعلا متعهدين فيه. ممكن يسألك لو وافقنا عليك أمتى بتسافر، هذا سؤال مهم جدا جدا ويمكن يكون أهم سؤال في المقابلة، لو هسا أعطيتك الفيزا أمتى بتسافر؟ شوف علي، كل أنواع الفيز في أمريكا بخافوا من شغلة واحدة، أنه أنت تأخذ فيزا دراسة أو علاج أو سياحة أو زيارة أو أي فيزا إلها مدة معينة وتروح هناك وما ترجعش. يعني لما تأخذ سياحة مثلا مسموح لك 3 أشهر بعدها لازم تطلع من أمريكا، فهو بخاف أنك تظلك هناك طول العمر وتشتغل وتحوش وبعدها تدبر لك محامي شاطر يرفع لك قضية لجوء وتأخذ الجنسية وخلص ضحكت عليهم. إلا فيزا العمل اللي الممرضين بيطلعوا عليها، هاي الوحيدة اللي لازم يسألك العكس، شو اللي بثبت لي أنك راح تظل هناك، لأنه أنت إنسان متعلم معك شهادة، تخصصك مطلوب جدا، تخصصك فيه نقص فظيع جدا، فلازم أترجاك رجا أنك ما تطلع من أمريكا، شو اللي بثبت لي أنك ما راح ترجع بلدك. هذا السؤال مش مهم الجواب، المهم هو يشوف كيف ردت فعلك. فممكن يسألك مثلا لو وافقت عليك إمتى بتسافر، معك 6 شهور، ممكن تقول له أنا كمان شهر أو شهرين بنهي عقدي مع الجماعة هون وبعديها بسافر عشان بدي أكون يعني صادق معهم، وبالمرة بدي براءة الذمة على شهادة خبرة، شوية أوراق بتنفعني هناك. جواب حلو. ممكن تقول له أنا بقدر أستقيل إمتى ما بدي، ممكن بكرة أو بعده تكون طيارتي. بس اوعى تقول له أنا مثلا قدمت على إجازة بدون راتب لوزير الصحة وبدي شهر أو شهرين لما يوافق. اللي بيكون يقابلك مثلا في السفارة الأمريكية في عمان بيكون صار له 20 سنة في عمان وحافظ الشعب، مواطن وحافظ العادات والتقاليد والقوانين وكل شيء، وعارف إنه كلمة إجازة بدون راتب معناته إنك ناوي ترجع وحابب تحفظ خط الرجعة، فهو بده بن آدم زي طارق بن زياد يكون حارق السفن عشان ما يعرفش يرجع. عرفت شو النقطة؟ لو سألك كم ناوي تقعد في أمريكا مثلا، الجواب النموذجي والوحيد لازم تقول له للأبد.
ما فيش داعي تسترسل وتورينا الجرفان الدنيا وكاره بلدك ولو بقطعوني ما برجع. لا بس قول له للأبد. ليش؟ أنا جاي أقدم فيزا هجرة، يعني ناوي أصير مواطن أمريكي وأحمل جواز السفر الأمريكي، فبطبيعة الحال أنا مش ناوي أطلع من أمريكا إلا إذا سياحة شمت هوا، ما في مشكلة. طبعا المقابلة بالإنجليزي، لو ما فهمتش عليه أو كان بيحكي بسرعة فبكل بساطة قل له could you please rephrase your question، يعني ممكن تعيده لكن بصيغة ثانية. أنت كممرض يستحسن أنها تكون المقابلة بالإنجليزية، لأنه أنت دراستك بالإنجليزي، شغلك بالإنجليزي، مرضاك بالإنجليزي، روشتات الدواء بالإنجليزي، ملف المريض بالإنجليزي، فأنت متعود تحكي بالإنجليزي، ولما تروح هناك راح تكون كل حياتك ليل نهار بالإنجليزي. فلو أنت قلت له لو سمحت خليها بالعربي راح يأخذ فكرة عنك أنك ويك وضعيف وما عندك علم وراح يرفضك، إلا إذا هو نفسه طلب منك أنها تكون مقابلة بالعربي أو سمح لك، هذا إشي ثاني، لأنه هو اللي بيتحكم في النقطة هاي بالذات. راح يسألك شركة التوظيف أو شركة الهجرة من وين عرفتها، ممكن تقول له من أصحابي من موقعهم على النت مثلا، راح يسألك عملوا معك مقابلة ولا عملوا معي أكثر من مقابلة، متى كانت آخر مقابلة، لازم تكون تاريخ المقابلة مع شركة التوظيف قبل مقابلة السفارة بشهر، وتوقيع العقد اللي انت جايبه للسفارة بأقل من شهر، يعني مقابلتك الأخيرة مع شركة التوظيف أجدد واحدة قبل بـ30 يوم، وتاريخ توقيع العقد قبل بـ28 أو 27 يوم من مقابلة السفارة. أي إشي غير هيك ما رح يقبلك. رح يسألك المستشفى نفسه، في حدا من المستشفى قابلك؟ قول لهم قابلونا أونلاين قبل 3 أو 7 أو 8 أو 9 أيام، أعطي تاريخ قريب هيك. طبعا هاي النقطة بالذات بدك تألفها تأليف زي هيك لو ما كنتش فعلا عملت هاي الإجراءات. رح يسألك مين دفع تكاليف الإجراءات، لو كنت أنت دفعت كل شيء قل له أنا، ولو كانت شركة الهجرة دفعت وقالت لك بعدين بنتحاسب قل له شركة الهجرة، لأنه عنده وصولات بكل شيء بتقدرش تكذب. رح أقول لك شو بدك تشتغل هناك، فرح تقول له بتسايد ريجسترد نيرس إن ميديكال سيرجيكال وارد، كل الممرضين اللي بيطلعوا على أمريكا أول 6 شهور بيشتغل ريجسترد نيرس في قسم ميديكال سيرجيكال، بعديها بطلب نقل وين ما بده. ممكن يسألك شو الدول اللي سافرت إلها في حياتك غير الدولة اللي إحنا قاعدين بنقابل فيها، ممكن يسألك شو الدول اللي أمضيت فيها أكثر من 6 شهور، لأنه رح يطلب منك حسن سيرة سلوك من هاي الدول. ممكن يسألك هل تقدمت بطلب فيزا لأمريكا قبل اليوم، حتى لو كانت نوع ثاني سياحة علاج دراسة مش مشكلة. هل عمرك قدمت لسفارة أمريكية وارتفضت؟ سؤال مهم، ولو كنت ارتفضت وقلت له عمري ما جيت راح ترتفض لأنك كذاب. كم إلك في هاي البلد؟ لنفرض إنك أردني موجود في السعودية أو الإمارات، راح أقول لك قديش صار لك في السعودية، قديش صار لك في الإمارات. برضو لو صار لك أكثر من 6 شهور راح أقول لك جيب لي حسن سيرة سلوك من هاي الدولة. بعد هالثلاث أربع دقائق، بعد هالكم سؤال راح أكون خلصت المقابلة، راح أرجع لك الشهادات الأصلية من كل إشي ويأخذ النسخ ما عدا الصور الشخصية راح يأخذها، وحسن السيرة والسلوك راح يأخذها. يمكن نسأل الزوجة شو راح تعمل في أمريكا، فلو كانت هي الثانية طالعة على فيزا عمل ممرضة زيك راح تقول لهم ممرضة، لو كانت مثلا ناوية تقعد في البيت فالجواب الصح تقول له full time mom، هم بيعتبروا الأم وظيفة، فأنت أم وبدوام كامل كمان. ممكن بعدها يسأل المدام أي سؤال، أنت حابة تهاجري زيك زيه، مين صاحب الفكرة أنك تقدمه لأمريكا، في إلك قرايب هناك ولا لا، متوقع ترتاحي هناك ولا لا. ممكن يسأل الأولاد عمركم سمعتوا عن أمريكا، بتشوفوها بالتلفزيون، حابين تروحوا عليها ولا لا، بابا شو حكى لكم عن أمريكا، لو راح بابا على أمريكا بتروحوا معه. لو سأل زوجتك أو أولادك أي سؤال أعرف أن المقابلة انتهت وانت انقبلت. بعد هيك راح أقول لك المقابلة انتهت، خلي الجوازات عنا، بعد يومين ثلاث رح يوصلك إيميل أنه روح على مكتب أرامكس تستلمهم وعليهم الفيزا، إلا إذا كان دكتورك لسه مش باعت الفحص الطبي، فرح أقول لك رن على دكتورك أكد عليه يستعجل بالفحص الطبي، لما يبعت لنا إياه بنبعت لك الفيزا. حتى لو قال لك مبروك أنت مقبول، من حقك تقول له هل هذا معناه أن أنا انقبلت بالسفارة أو انقبلت للهجرة؟ رح أقول لك نعم أنت انقبلت للهجرة يا فلان، كمان 3-4 أيام نعطيك الفيزا. ممكن تقول له أنت رح أستلم جوازات السفر، حتى لو قال لك في وجهك أنت مقبول من حقك تسأله أنا انقبلت ولا لا. الفيديو اللي جاي رح أقول لك بالملي شو صار معي أنا لما رحت على مقابلة السفارة، استناني الفيديو ورح يكون مسلي كثير. اللي عنده أي سؤال عن الهجرة لأمريكا بالذات للممرضين يكتب لي تحت في التعليقات، فيما بعد بنعمل فيديو الرد على أسئلة المتابعين. وزي ما بقول دايما وزي ما بتعرفوا، لو عجبك الفيديو لايك للفيديو، اشترك بالقناة وفعل زر الجرس خليه على all
لازم يكون اول عشان كل الاشارات توصلك. صرنا ننزل فيديوهين باليوم وبعض الناس ما بسمع فينا، لازم القناة تنتشر والناس تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.